علمت في اليوم 13 أو 14 من أيلول، علمت أن كولين باول موجود في نيويورك، وزير الخارجية الأمريكي، ويتابع اتصالاته واجتماعاته مع الخبراء القانونيين الأمريكيين والبريطانيين لإعداد صيغة مشروع قرار يجيز شن الحرب على العراق بذات الصيغة التي حدثت في قرار 678 في 29 من تشرين الثاني نوفمبر عام 90 فيما يتعلق بالكويت. بالكويت ذات الصيغة أنه يجيز شن الحرب على العراق، يعطى ذريعة معينة، وتتخذ الولايات المتحدة وبريطانيا وأي دولة تريد أن تهاجم العراق فيترك لها الحل. وكان طبعا الذريعة هي عدم موافقة العراق على عودة المفتشين، فمشروع القرار يعطي العراق مهلة قصيرة جدا وشروط يستحيل تنفيذها في تلك الفترة. يعني المشروع، مسودة المشروع كانت جاهزة، مسودة المشروع كانت تعد ويعد، كان في طور الإعداد وفي طور الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن لطرح الصيغة هذه. الصيغة فيها شروط يستحيل على العراق أن ينفذها وفي آجال قصيرة جدا، وبخلافه يعني إذا لم يستطع، وطبعا لن يستطيع العراق تنفيذها، تشن الحرب عليه باسم الأمم المتحدة. فأنا التوجيه الذي يعني عندي عندما وصلت إلى نيويورك كان أن ننتظر. عندما سألت السيد الرئيس قبل توجه إلى نيويورك، التقيت به في حفل كان لتكريم منتسبي الفضائية العراقية، وسألته عن الجديد في موقف من إعادة المفتشين، فقال لي لننتظر الآن. فكان التوجيه هو الانتظار. عندما علمت بهذا التطور أنا لم أنتظر، وإنما أبرقت فورا برسالة جفرة إلى المركز، إلى وزارة الخارجية لكي توصلها مباشرة إلى الرئيس. فأبلغته بما يحدث وأن ثمة خطة الآن يعدها وزير الخارجية الأمريكي لطرح صيغة قرار لشن الحرب على العراق بذريعة عدم عادة المفتشين. فقلت له أرى أن نوافق فورا على عادة المفتشين بدون قيد أو شرط. وبعد يعني حوالي ساعتين اتصل سكرتير الرئيس وقال الرئيس موافق.